ازيكم؟ انا فين؟ ازيكم؟ انا فين؟ انا في سيوة، في مكان اسمه جبل الموتى. مش عايزه اوصف لكم الجو عامل ازاي. حبيت اطلع كده مكان جميل واشارككم معايا كل لحظه حلوه، عشان انا بحبكم جدا. الحياه مش كلها ابراج يعني، انتوا عارفين الحياه فيها حاجات جميله، ومصر فيها حاجات حلوه كتير. المكان ده في سيوة، اللي هي يعني قريبة تقريبا، كمان شوية هلاقي نفسي في ليبيا. جبل الموتى بقى انا صورته لكم، وصورت لكم الشرح من جوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. كان بودي اقول لكم تعالوا المكان ده، بس المكان ده فعلا مرهق. يعني الطريق برضو مش سهل، يعني مثلا حوالي هما المفروض 9 ساعات، بس يعني بالباص بالرحلات يبقى 12 ساعة مثلا، يعني بيبقى في الحدود دي، بيبقى اكتر يعني. طيب متعب شوية، الناس اللي يعني الرحلة مرهقة شوية نوعا ما، بس يعني انتوا بتتعبوا بس بتستمتعوا احلى حاجة في الموضوع. فحبيت اوريكم المكان معايا، حبيت اشارككم معايا كل الحاجات الجميلة دي. وتاريخ المكان ده اصلا من قبل، يقال انه من 32 سنة قبل الميلاد، وايام الفراعنة كانوا يعني عندهم اعتقاد كده ان هو ما يدفنوش حد غير في مكان عالي. انا شايفين، بصوا انا عايزة اوريكم حاجة، عايزة اقولك حاجة، تعالوا معايا. اطلع منين؟ عارفين عندي متوجسة خيفة ان انا اقف في حفرة من الحفر، يعني في مقبرة من المقابر دي، بعد مش هتلاقولي حلقات تاني. بصوا تعب، مش هنحاول بقى ايه نعيش اللحظة دي ونطلع. درجة الحرارة تقريبا 75 75 175، حاجة زي كده يعني. بصوا الجمال، بصوا مصر الحلوة. هقلب لكم الكاميرا، بصوا مصر الحلوة، شوفوا كمية النخل. يقال ان هنا، انا لسه اول يوم ليا، يقال ان هنا لو عجبك اي حاجة نخل، يعني مش لدرجة ناخد نخلة، يعني تقدر تاكل اللي انت عايزه من اي مكان وتمشي عادي، محدش هيحاسبك على حاجة. بس ما تاخدش تاكل جوه المكان، بس ما تاخدش حاجة معاك وتمشي، فاهمني؟ يعني ما تاخدش كيلو بلح مثلا او كيلو تمر او كده وامشي مثلا. بصوا دي القمة، وتحتها بقى المكان اللي فيه شرح. تعالوا المكان ده لو قدرتوا، تعالوا المكان ده لو قدرتوا، لو قدرتوا تيجوا، لو قدرتوا على السفر، لو قدرتوا على الحركة الصعبة شوية، او الجو الحر. احنا في شهر 10، فيعني مش عايزه اوصف لكم الدنيا عامله ازاي. انا حبيت اشارككم بس معايا، عشان اللي بيفكر يجي يبقى عارف بس ايه اللي هيحصل له. يقال ان الجو هيبقى بالليل برد، انا لسه واصله، لسه واصله. استريحت في فندق شويه، فندق ظريف جدا، استريحت فيه شويه وطلعنا جبل الموتى. ف اي حاجه جديده هقول لكم عليها وهشارككم، هشارككم معايا فيها. طلب طلب طلب، رجاء رجاء، قبل ما يحصل اي حاجه يا جماعة يا حبايب دهب، او يا حبايب هبة، اي حاجة حسب ما انتم مسميني. بحب الناس اللي بتقولي دهب، وبحب الناس اللي بتقولي هبة، بحب الناس اللي بتقولي دكتور وبتقدرني عادي جدا يعني، وبحب كل الناس اللي بتقولي كلام جميل. اتفرجوا على الفلوجات اللي بعملها، سواء في الشوبينج او في السياحة، غير الابراج. الابراج انا يعني معاكم فيها، كل معلومة جديدة هقول لكم، هطلع لكم بحلقة هقول لكم حاجات جديده ان شاء الله. بس في اجدد، وفي حاجات احلى، وفي حاجات عايز اقول لكم. احنا ممكن نربط بين المكان ده والابراج، المكان ده ممكن يناسب الابراج الناريه والله ممكن يناسب الابراج الناريه، اللي هي ريسك تيكر، ممكن تاخد المخاطره. عايز اعرض الكاميرا، ده يوجعني. انا اصلا عيل توتو، انا فرفور اصلا، اعرف الناس بتتحرك، لازم يناسب. قولوا لي برده في الكومنتات ان المكان ده يناسب مين. ممكن انتوا برج ترابي او برج مائي او برج هوائي، هتعجبكم الاماكن دي والفرهاده دي اللي انا شايفها دي ولا لا. رجاء بقى اشوف الحاجات دي، اعملها شير كتير وقولوا في الكومنتات عشان تبان او كده. يلا بحبكم، اشوفكم تاني، باي باي. الحب والفرعنه، اتجوز اتنين، اتجوز واحده يونانيه واتجوز واحده مصريه، اللي هي واحدة فرعونية. أنجب من كل واحدة ولد، والولدين أهم، واحد بالزير اليوناني أهو، واحد بالزير فرعوني، الولدين بتوعهم. والمقبرة دي زمان
كانت تعتبر كانها قاعه محاكمه بالظبط. صاحب المقبره اتدفن في المقبره الاخيره اللي الاستاذ موجود فيها هناك اهو. انا المدفون. صاحب المقبره اتدفن في المقبره الاخيره اللي هناك دي، والمقبره دي ليه تعتبر قاعه محاكمه؟ لانها بتشرح كل حاجه، كل تفاصيل حياتهم زمان. بنبدا ازاي؟ اللي يموت، اللي يموت كان في ميزان هنا ومرسوم هنا اهوت، كان في ميزان مرسوم. اللي يموت يتاخد القلب بتاعه ويتحط في كفه، وفي عندهم ريشه معينه بتتحط في الكفه الثانيه. لو القلب اللي هو اللي رجح معناها ان الراجل ده اعماله صالحه، فيروح شجره الجميز. شجره الجميز دي عندهم كانهم شجره الحياه، شجره الجنه، وعندهم معتقد ان شجره الجنه، فيروح للمكان ده ويدفن فيه هو والجنود بتاعته. بعدها معتقد عندهم ان ده راح للجنه خلاص، واللي الريشه هي اللي تركح معناها ان يفرح للكلب ده اسمه كلب معمع اهو، ده يتاكل ياكل الاحشاء بتاعته، لا لان ده ما يستاهلش انه يدفع. عندهم معتقد مش اي شخص يستاهل انه يدفع الا اللي اعماله صالحه بس في معتقدهم. بياكلوا ثاني ياكلوه. بس هو كل الكلام ده يجي ينزل هنا بس ما يدفنش هنا، يدفن بره. لا يدفن بره. ينزلوا بره. ينزلوا هنا. هنا هنا بيشرحوا هم عايشين ازاي وبيدفنوا الناس ازاي. هنا بيشرحوا كل حاجه عايشين حياتهم ازاي. طب بيقيس الوقت ازاي ده بان؟ دي الالهه اله نوت، اله اسمها اله نوت، اله السماء. اي فوق. دي اله نوت اله السماء. دي المسؤولة في زمان، المسؤولة عن قياس الوقت. الوقت بيتقاس بالليل عن طريق النجوم، هي مرسومة على جنب فوق. يا جماعة معلش التصوير بس ممنوع. ما فيش نور. مفيش نور أصلاً. مفيش نور أساساً. يا جماعة معلش التصوير بس، لأن الفلاش بيأثر على النوت. هي مسؤولة عن قياس الوقت. الوقت بيتقاس بالليل عن طريق النجوم، وبالنهار عن طريق المراكب. في أربع مراكب هنا، في أربع مراكب هنا. والمقبرة دي كل كانت محتفظه بالكنوز بتاعتها لغايه الحرب العالميه الثانيه. ايام الحرب العالميه الثانيه كان في قصف شديد على اهل سيوة، فاهل سيوة كلهم كانوا بيستخبوا من القصف عن طريق انهم يخشوا هنا ويستخبوا هنا. فمعظم الكنوز اللي كانت موجوده هنا والمياوات اللي موجوده هنا كلها طلعت بره واتسرقت ايام الحرب العالميه الثانيه. من بعد ما اكتشفوا في عالم اثار مصري اكتشف المقبره دي، بعد ما اكتشفها خلاص لقى ان الكنوز اللي فيها كلها اختفت بعد الحرب العالميه الثانيه. اتسرقت يعني؟ كانت كل حاجه، المومياوات كانت موجوده. صاحب المقبره كان المومياوات، الموميا بتاعته كانت موجوده في الاخر. اتسرقوا كلهم بعد الحرب العالميه الثانيه، كلهم اتسرقوا. ما تعرفش بعد كده، لان كده كده الحرب العالميه كان معظم الاخوان بتقول ان الالمان هم اللي سرقوا الحاجات التحف اللي موجوده هنا. لان هم لا، لان الكلام ده شوف من كام سنه كانت محتفظه بالالوان بتاعتها. وفي اله التحنيطه هو موجود ورا هناك الصفوف، اله المسؤول عن التحنيطه. لا، في موميا موجوده قدامه بيحنط فيها اهو، الاسود هتلاقي موميا قدام منه تحت ناي ورا على طول. ايوه، ده مسؤول عن التحنيط. في موميا محطوطه قدام منه، كان بيشرحوا مثلا زمان كان اي حاجه بيعملوها بيلفوها بيرسموها بيكتبوا النجوم بتاعتها حواليه عشان يفهموا الناس هم عايشين حضارتهم ازاي. والحضاره الوحيده اللي محتفظه بتعمل الكلام ده كله هي الحضاره المصريه. والمصريين القدماء، لان مثلا في ناس ما بتحبش ان احنا نقول الفراعنه، نقول المصريين القدماء. فالمصريين القدماء هم الوحيدين اللي بيحتفظوا بالحضاره بتاعتهم. عشان بيكتبوا كل حاجه وبيرسموا كل حاجه بيعملوها ايام زمان. هي دي المقبره، واللي محتفظه بالالوان بتاعتها من الاف السنين. الالوان بتاعتها زي ما هي محتفظه بيها لغايه دلوقتي. هي ده كل صميم حديث. شايفين يا جماعه الالوان؟ الوان محتفظه بقى لها كام سنه تقريبا؟ انا من الحرب العالميه الثانيه بقى. لا الحرب العالميه الثانيه يعني ده اتسرق. هي قبل ده كان شيء عمومي كان موجود في الاسره 32 قبل الميلاد. قبل الميلاد. قبل الميلاد. وهو ده اللي دفن هنا. سي امون دفن هنا. غير ده غير اله امون اللي هنروح له دلوقتي بعد الجيش الاسكندر.